بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. كان القومس فلتاوس هو باكورة رهبنة نيافة الحبر الجليل المتنيح الانبا شوفيلوس. ولد الطفل كامل جرجس في مدينة الزقازيق بالشرقية سنة 1922، ثم انتقلت الأسرة إلى حي جزيرة بدران بالقاهرة، وخدم شماسا في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بجزيرة بدران، ثم جاء إلى الدير وترهب سنة 1948 في شيخوخة أبونا فلتاوس. وهبه الله مواهب كثيرة مثل شفاء الأمراض والشفافية وحل المشاكل بالصلاة، لذلك أسموه شفيع المستحيلات. عاش بيننا القمص فلتاوس كراهب توحد ناسك صامت، وعاش في الرهبنة حوالي 62 سنة حتى تنيح سنة 2010 في 17 مارس. نقدم لكم فيلم عن حياة ومعجزات أبينا المتنيح القمص فلتاوس السورياني باسم نسر البرية، ونرجو أن يكون بركة للجميع وشكر. عايزنا اترمخ على التزوير والسرقه اللي بتحصل في الشركه؟ يعني لو اتكلمت في الموضوع ده تاني انا هقتلك. لا ده انا هتكلم وهتكلم وهعلي صوتي وهخلي اللي بيشتري يتفرج. خد انا رايح فين؟ يبقى انت كده بقى مش عايز تعيش تاني. بس اهدى يا توفيق، اهدى اهدى. بس سلم عليك، اهدى. مش كده يا توفيق، مش كده. اعرف يا توفيق يا عدرك تحت امرك يا نسمة. يبقي انت كنت فين؟ ايه اللي كنت فين ده؟ اصلي انت بقالي كتير مش شفتكيش. ما تشوفيش وحشه، انت مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه. تقالي اوعي كده.
برضه مصر تسيب البيت؟ حاجة من الاتنين، يا أنا أعزل يا الجماعة اللي جريج اللي تحت دول يعزلوا، لكن إحنا الاتنين مع بعض ما ينفعش. مايوركا؟ ربنا يهدي يا ابني. ثم ان الانجليز وافقوا خلاص على تعييني في سلاح البحريه، يعني من الاسبوع الجاي ابقى في عرض البحر لمده اسبوع، مش فارقه بقى اذا كنت هنا ولا مش هنا. انا كان املي من بعد ما دفعت لك البدليه في الجيش ان انت تقعد جنبي، لكن معلش. ارجوك ابويا باركني، انا قلقان اوي من سفريتي. ربنا يبارك لك. تذاكر يا فندية. هل تذاكر؟ تذاكر يا فندية. هل تذاكر؟ تذاكر تذاكر. تذاكر. هل تذاكر؟ هل تذاكر يا أستاذ؟ هل تذاكر يا أستاذ؟ تذاكر. هل تذاكر؟ يا أستاذ يا أستاذ، إيه وصلت لحد فين؟ تذاكر تذاكر. وفاة الست هلانة هو اللي خلاكوا سبتوا الزقازيق وجيتوا شبرا؟ أنا ليا مصالح هنا، وعشان أراعيها لازم أجي هنا كل شوية وأسيب العيال في البلد لوحديهم، وده طبعا بقى صعب دلوقتي بعد الله يرحمها ما راحت السنة. شبرا نورت يا ولاد، أهلا بيكم. أهلا بيك يا أبونا. البركة لينا يا أبونا. أنا اسمي جرجس بطرس زي اسمك تمام، وخادم لماري جرجس، وكنيسة ماري جرجس هتفرح بيكم قوي وهتبقى زي بيتكم تمام. صباح الخير. صباح النور. طب يلا روح انت دلوقتي يا صمويل ونبقى نكمل مذاكرتنا بعدين. الله، ايه يا عم، احنا لسه قدامنا مذاكرة كتيرة والامتحانات قربت. بعدين بعدين، لكل امر تحت سماوات وقت. طب ماشي، سلام. سلام يا عزيز. سلام. يلا بينا يا عزيز. يلا بينا. بسم الله والابن والروح القدس الان وعلى الآمن. تعيش وتصلي يا عزيز. امينك. يا
اجمل لحظات الانسان بيعيشها مع ربنا. ايوه ايوه فعلا. بقول لك ايه، تشرب شاي معاه؟ شاي؟ اه اشرب شاي. طب قوم اعمل لنا بقى كوبايتين شاي عشان تعبان. يا مجد الجرجس، ولدك عزيز مش غلطان، ده جد دير يعني اختار السما. لا غلط. ليه؟ وملوش كبير يشوره؟ يا سيدي ولدك عارف انك بتحبه ومش هتهمله يمشي في طريق الرهبنة. ادي قلتها بنفسك يا ابونا، مش هسيبه. ابو سيدك ابويا، خلينا اكمل طريقي. بخطري ولا غصب عني؟ بخطرك طبعا. انا مش موافق. يا مجد الجرجس، هم لولدك، ما تحزنهوش، خليه يمشي في الطريق اللي اختاره. لا ابو سيدك ابويا، انا خلاص اخترت اموت على العالم واعيش للمسيح. خلاص تعيش معايا في العالم وتموت في المسيح. يا ابني ده عقاب ربنا عشان انا استخسرت فيه. واستخسرت فيه ليه؟ كنت سبهوله. وانت هتاكل ايه يا عزيز؟ كل انت وانا هشبع. انا وفرت من مصروفي وجبت لك قلم يا عزيز، انت جايب درجات حلوه قوي. على فكره يا عزيز، انا بحبك انت وبابا وماما واخواتي قوي. يلا مش هنصلي سوا؟ انت حافظ كمان الايمان ولا حفظهولك؟ بس انا بتباهى بشطارتك انت. مش سعيد. اخويا سعيد مبارك. حبه فاكهه للعيال ولبس كمان. ربنا يفرح قلبك يا رب. يسعدني بيكوا ربنا. قلت لك مليون مرة أنا ما بحبش تعملي الحكاية دي أبدا، مش عاوز أتعبك. تعبك راحة يا ستي، أنت مكانك مش هنا، تعالي هنا جنبي. ده أنت بتخدم البيت كله وصعبان عليك إن أنا أخدمك؟ وأنت مخليانا نعمل حاجة أبدا؟ ما أنت بتقومي بكل حاجة. سيبينا نخدمك ولو مرة واحدة نعمل حاجة تسعدك. الحمد لله على السلامة يا أبوي. أهلا 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 يا عيون أبوك. بص بقى، انا جبت لك حاجه مهمه جدا وجميله جدا، مكافاه ليك انت. هاتي يا هيلين، هاتي دي بقى يا سيدي، هديه نجاحك. ايه رايك يا سيدي في البدله دي؟ يا حلاوه يا بلاوه، دي اخر علاقه تعيش وتجيب. تعيش يا حبيبي. انا هروح افرجها لعزيز. عزيز ربنا يخليكم لبعض. عزيز عزيز، زيزو. ايه في حاجة يا كامل؟ اتفضل. ايه دي؟ دي بدلة جديدة بابا جابها لي. طب تدهني ليه؟ ما هو
انا عندي واحده تانية ومش محتاج دي، هو استخسر وخلاص. تاني يا كامل، وهتقول لبابا ايه؟ يا سيدي ما انا وانت واحد، تبقاش نمكي. هي مش عاجباك ولا ايه؟ لا بالعكس، دي حلوه قوي. كده يبقى وحياه غلاوتك عندي مرجع. يلا يلا قيسها، ورينا هتبقى عامله عليك ازاي. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي؟ بص شوف عليك ازاي. ايه يا كامل؟ هتفضل محبوس لامتى في سجن العالم ده؟ هتعيش لامتى نفسك ومش قادر، عايز ومش طايل؟ لامتى المركبة هتفضل متسلسلة في بركة الوحل؟ امتى هتفرد شراعها وتتحرك بقى؟ يا رب نفسي افرد جناحاتي واطير لك. Yes, Kamel, come in. Yes, sir. Okay, Kamel. أنت هتكون مسؤول عن كل حسابات الكامب عشان أنت إنسان أمين. أيوة جناب الجنرال، بس معلش. Please don't talk. نفذ أوامر. حاضر، اللي تشوفه. يا كامل، انت عارف ابوك اكتر مني، واظن ما لحقتش تنسى اللي حصل قبل كده. انا تعبت تعبت، لازم الاجازه دي ارجع ولا اخد قرار بقى. حسمتها خلاص يا كامل؟ انا مش هقول لك ارجع اللي في بالك، ولا هكون سبب في ان اعطلك، لان ربنا شايف اللي في قلبك وعارف اللي جواك. وتسابونا، انت اب احترافي ومرشدي وعارف شو قلبي كويس. اسمع كلامي كويس وحط في ودانك، إن كان سهل عليك الاختيار، الأصعب إنك تعيش اختيارك. قولي بقى، أبونا مين المتوحد قالك إيه؟ يا كامل. أيوة سبحان. أبونا مين قالك إيه؟ أبونا مين ما عرضنيش وقال لي هروح أقابل أنبا تأوفيلوس. لا يا مخير، اللي بقوله هو اللي حيمشي، اعطيله حاجته ونخلص. الله، مش كل يوم. سلام يا سيدنا. سلام يا ابني. كان ليا طلب عند نيافتك يا سيدنا. خير يا ابني؟ كنت عايز اترهبن. ترهبن عندنا في الدير؟ يا ابني ده البدلة اللي انت لابسها يشرب منها العصفور. يعني سيدنا ده هيجي ايه جنب اللي كان فيه القديسين العظيمين ماكسيموس ودوماديوس؟ دول كانوا ولاد ملوك وبعد كده بقوا جبابرة في الرهبنة. طيب انت تبيت عندنا النهارده، وبكره اللي يعمله ربنا يكون. يا فرج. نعم يا سيدنا. خد الاخ كامل. كامل يا سيدنا. كامل، خد الاخ كامل، خليه يبيت عندنا النهارده، شوف له حته يبيت فيها لغايه الصبح، ولا اقول لك بيته في الاوضه اللي تحت. الاوضه اللي تحت يا سيدنا؟ ايوه الاوضه اللي تحت. يلا. بيقول لك الاوضه اللي تحت ايه؟ متشكرين يا سيدنا، الف شكر الف شكر. ايه مستغرب ليه؟ اتفضل. انت فاهم يا مخيل؟ سيدنا الانبا تأوفيلوس عصب شديد شويه، بس لما تقرب منه يعني يتهيألي ان هو هادي طيب، مش زي ما بتصقي. اتفضل اتفضل. وبعدين هو قال لك ودي الاوضه اللي تحت، انت قعدت تماطل تاخد وتدي، ما تقول ودي له ودي له تحت، انت مش خسران حاجه يعني. اتفضل. استاذ كامل، استاذ كامل. ايوه يا استاذ فرج، انا جاي. اتفضل. بس يا اخ فرج، انا ما كانش قصدي ابدا اضايقك، انا كنت هي دي الاوضه اللي تحت. طيب انا متشكر قوي، تعبتك معايا، شكرا، كتر خيرك.
اخ فرج. هو انا معلش هو انا بقيت في الاوضه لوحدي؟ طب شكرا شكرا كتر خيرك شكرا تصبح على خير. يا اخ فرج. ازيك يا اخ فرج؟ ازيك يا اخ كامل؟ الحمد لله الحمد لله. تعالى سيدنا عايزك. حاضر. لا 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 بتعمل ايه؟ بهضب نفسي ما صحش يعني ادخل على سيدنا اصول وجاهه يعني. لا وجاهتي وبتاعي هو عايزك زي ما انت كده. يلا تعالى. معلش ثانيه مش ثانيه على مهلك. يا راجل ما صح يعني انا داخل على سيدنا. استنى يا اخ استنى يا اخ فرج. اتفضل اخي كامل اتفضل. سلام يا سيدنا. سلام. تاخد الجواب ده كامل وتطلع على الدير تقابل الربيطة هناك. قول له انا كنت بايت عند سيدنا في العزبوية وهو هيعمل اللازم. حاضر سيد. حاضر سيد. أخي كامل. سامون نعمين نعمين يا أبي. أبوك مستنيك في المضيفة. عارف يا كامل لو أبوك سمع الكلام ده هيعمل إيه؟ أيوة سامون عارف بس مش بإيدي. محبة ربنا مالي قلبي. أيوة يا كامل بس ده أبوك وأنت أدرى مني بيه. عارف يا سامون ساعات كتير بحس ان انا بصراحه كده ماليش مكان هنا. كلنا مش من هنا يا كامل. بص رجليك فيها جدر ماده الارض ما فيهاش يا ابني. بس ابونا كل هدف في الحياه
بيبقى له طريق، وانا حاسس ان حاسس ان الرهبانه هي الطريق للسما. كلنا اولاد السما يا كامل، الكل مدعو، بس هي كلها طرق. اسمع يا كامل، احنا لما نقابل ابونا مين المتوحد هيقول لنا نعمل ايه، وربنا يعمل لي في الخير. ها اضحك اضحك بقى، ما تكلمش، تعال اضحك، يلا تعال. الكتاب المقدس يا أحبائي بيقول: انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بس مش معنى كده يا أولادي إن احنا ناخد سير القديسين بكل تفاصيلها عشان نمجدهم وبس. لا لا يا حبيب أبوك، أبوكم عاوزكم تكونوا دايما قديسين. انتوا يا شباب غاليين قوي على رب المجد يسوع المسيح، عايز كل واحد فيكم يبقى قديس ويتمثل بالقديسين. شوفوا يا حبايبي، الطبق ده فيه ورق، وكل ورقة فيها آية من الكتاب المقدس. عاوز كل واحد فيكم ياخد ورقة ويقراها ويحفظها في قلبه مش بلسانه بس. اتفضل يا قدس ابونا. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت مبروك يا ولا. يا عاوز تعالى يا كامل. مش جاي ياخدك من الدير. قبل كده خدت عزيز اخوك الموت خده مني. سامحني يا ابني. سامحني انت ابويا، انا بعد فراق عزيز ما قدرتش استنى اكتر من كده. بصراحه انا ما اعرفش مين فينا اللي فكر في الرهبانة قبل التاني، بس اللي انا متاكد منه ان طول الوقت كان في صوت بيعلى جوايا مش قادر اسكته، صوت ربنا. الله 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 على الكلام الحلو اللي انا بسمعه اهو. الكلام ده يدل على ان كامل وعزيز الله ينيح روحه من صلب راجل طيب بار يعرف ربنا كويس. يلا يلا يا مقدس، اعطي كامل البركة من قلبك وانت مبسوط، وانت مبسوط. يلا مبارك يا كامل. بجد يا ابوي بجد. شك قولك عليا يا سيدي، كل عيد تيجي تصلي القداس هنا في الدير، وعاوز تيجي زيارة في أي وقت تعال مرحب بيك.
اسمع يا ابني، قدام ربنا ومذبحه تمشي كويس في صلواتك ومطنياتك والسهر وصلواتك يا ابني، وتعيش بمحبة في وسط اخواتك وما تتكبرش عليهم. سامع يا ابني؟ أكسيوس يا أبهات. هتبات في الكنيسة لأن بكرة رسامتك. يلا يا أبهات. اسند راسي في مطرحك، معقول يكون فاضل ساعات وايديا تلمس مسبحك؟ العالم جوا قلبي مات وبداله عاش حلمي القديم جوايا. سمعك وفي سكاتي عيني شايفة الشاروبين. شديت على دارك قلوعي ومشيت بقلبي في سكتك، هربان وجايلك بعد دموعي، مشتاق تاخدني لدنيتك. شديت على دارك قلوعي ومشيت بقلبي في سكتك، هربان وجايلك بعد دموعي، مشتاق تاخدني لدنيتك. وقصاد عينيا عمري فات وعمري بيك رح يبتدي، وانت اللي عارف يا يسوع انا ما استاهلش محبتك. تعال يا ابني، تعال قرب. انا سميتك على اسم ابونا القمص فلتقوس الكبير علشان تاخد بركته. الله يبارك في نيابتك يا سيدنا. وكمان هتسكن في القلاية بتاعته. كمان قلايته دي العز ده كله. كده تبقى بركة ابونا فلتقوس محوطاك من كل ناحية. وخلي بالك اللي فات من عمرك كله كوم، واللي جاي كوم تاني. انت من النهاردة خليقة جديدة. فاهم يا ابني؟ حلو قوي.
يكون في احلى منه. في عزيز، هو انت ممكن تزعل لو انا سبتكم؟ سيبنا؟ سيبنا يعني ايه؟ انت بتقول ايه؟ سيبنا تروح فين يا عزيز؟ اصل انا عايز اتراب. بجد؟ الف مبروك، الف مبروك، ده شيء رائع، ده خبر عظيم، الف مبروك. تفتكر ابوك هيوافق؟ لا ده هيوافق، ده لازم يوافق. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. يا رب قلبي من سواك عالم بحاله، أنا سبت كل الدنيا والعالم بحاله، وجيت عشان أسكن معاك جوه المكان اللي بحن إليه وروحي مرتاحة له. هو الحصن ده هيفضل متساب لحد امتى؟ هو الدير مش هيستغله في اي حاجه؟ هيستغله في ايه ده؟ ده مكان مهجور وصعب وحروب الشياطين كتير فيه قوي ومحدش هيقدر. ايه ده؟ ده ابونا فلتاوس. الظاهر انه ابتدى يزهق. هو لحق؟ بينا على ابونا عبد الملاك، يلا. غاب يا ابونا عبد الملاك. غاب يا ابائي. بقول لك ايه يا ابونا؟ ابونا فلتاوس كان محتاج افتقاد منك. ليه يا ابني؟ خير؟ حصل حاجه؟ الظاهر ابنك ابتدى يفلس. يفلس؟ عارف يا ابونا الطير وهو مسافر بتبقى عينه متعلقه على ايه؟ هدف واحد بس، الوطن اللي هيسكن فيه. ايوه. ومهما شاف تحت رجليه على الارض اكل او راحه مش ممكن يغير مساره ابدا. عارف ليه؟ ايوه. ليه يا ابويا عبد الملاك؟ قول عرفني. لانه مش باصص على لقمه ولا على راحه، هو عارف انه المكان اللي رايحه فيه كل ده واكتر، هيلاقي عيش، بيت يطمئن ويرتاح فيه. شايف يا ولدي الناحية دي القاهرة، الناحية دي اسكندرية، قولي تحب تروح أنهي فيهم؟ أنا مش عايز أروح هنا ولا هنا، أنا مصدقت إن أنا جيت الدير. علينا يا أبويا أنا أخطيت، مش هعمل كده تاني، مش همشي على السور، ولو حد من الآباء اشتكى لك مني بعد كده بقطع من لحم حدد، بس ما تخليش أخرج من الدير، أنا مصدقت إن جيت. ما تكرشنيش عشان خاطر الست العذراء، ما تكرشنيش من دي عشان خاطر الست العذراء. مش عايز ارجع العالم، مش عايز ارجع العالم. ازاي يعني الصلاة تبقى بلا انقطاع؟ وازاي في حد يقول حاضر ويصلى وطاع؟ مش راجع البر نادي نعمتك لينا؟ ما انت قدرتنا، علي غير مستطاع. محتاج لنعمة وسندة جامدة يا الله. خليني أقول في يوم أما أنا فصلا، اديني أعيش وياك وأعيش.
احب القعده معاك، اديني اعيش وياك، واحب القعده معاك وقبل اي حاجه اديني الرضا، وقبل اي حاجه اديني الرضا. اغاب يا سيدنا. اغاب يا قابل ايه؟ خير يا سيدنا، نفسك بعتلي. خير، اقعد يا ابني. عاوز اصل العيد عدى وما شفتش ابوك يعني حضر معانا القداس. سالت عليه عرفت انه تعبان، ما تنزل تشوفه وتقعد معاه يومين. بابويا كان حاضر معايا القداس يا سيدنا وعيد عليا، اما اذا كان قصد نيافتك يعني على عم جرجس، فانا افضل ان احنا نتقابل في السما احسن. يبقى تشوفه يا ابني. في حاجه؟ كان ليا طلب عند نيافتك وغرضي ما تردنيش. قول يا ابني عاوز ايه؟ كنت عايز اسكن في القصر القديم. في الحصن؟ ايوه، دي منية حياتي يا سيدنا. بس الحصن ده مكسر، شبابيكه واقعه والبيبان مكسره وما فيهوش حد خالص. وماله يا سيدنا؟ ما هو ربنا بيخرج من الاكل اكل اللي جه في حلاوه. ارجوك يا سيدنا اصنع معي رحمه وافي. اب اعترافك رايه ايه؟ ابونا عمالك سالته وموافق. روح خلاص انا موافق. روح. 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 روح.